السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. قبل كل شيء اللي جديده معنا تابوني في القناه وتفعل الجرس، واللي مش جديده دير لايك الفيديو وتخلي لي تعليق، باسكو كاينين بزاف بزاف راهم اوفياء القناه ونشكرهم بزاف. كاش نهار ندير لهم فيديو وندير لهم ديتيكاس. المهم اليوم جيتكم فيديو اللي طلبوه مني بزاف، قالوا لي ديري لنا اون ليست تاع واش لازم العروسه تدي معاها. راح ندير لكم جهاز العروسه ثم الحوايج المهمه جدا. اول شيء عندنا الملابس، تدي ربعه من 2 حتى ربع قنادر تاع مناسبات، سما سا ديبون اذا كان عندك مناسبات سما تاع خرجات ماشي تاع عرس، هكا تاع عرضه ولا تروحي تباركي ولا، المهم تكون حاجه ستيل هكا على حساب العمر نتاعك، مع زوج صابوات يليقوا معاهم. البنات لي صابو ما تكثروش، ديو على حساب حاجه تخرج بار اكزومبل كل زوج 3 قنادر يخرج عليهم واحد. بون بالنسبه للملابس تاع المنزل، تديو دي روب تاع صيف، دي روب ميني، دي روب ميدي، دي روب طوال، المهم على حسب ما تنجمي. او مينيموم تدي 6، تدي 6 بيجامات تاع الشتاء مقطنين، باسكو البرد لازم تحتاجي بزاف كي يكون البرد، وتدي ربع بيجامات تاع الصيف. علاش بيجامات تاع الصيف 4؟ لانك في الصيف امبوسيبل راح تلبسي البيجاما دائما، راح دي فوا شورت و دي باردور دي فوا اون روب ميني، كل مره كيفاش. تدي سيرفات، على بالي الكتيبه تاعي راني درتها البارح الوحده تاع الليل كي وحده كومونتات لي، عين راكده وعين نايضه وقاعده نكتب في هذا لي ليست. وتدي ثاني دي شورت تاع جين وتاع لولا، هكا دي شورت خفاف مع تريكوات يليقوا معاهم، وثاني دي زولو نسيت نكتبهم بعد كون نديرهم. البنات اكتبوا، ديروا ورقه وستيلو واكتبوا حتى نتوما معايا. تدي على الاقل زوز قنادر تاع الشتاء وزوز قنادر تاع الصيف، باسكو كي يكون هذا لا ليست كي تكوني ساكنه وحدك، باسكو زوز قنادر تاع الشتاء اون كاجات كاع زوزتك ولا جاك شيخ، وزوز تاع الصيف ما كيش حد قابليهم بشورت ولا بالفيزو ولا عيب، خاصة احنا في الشرق عندنا بزاف لازم تحترمي وكلش، وهذه عادات الجزائريين كامل لازم يقدروا عزوزتهم وشيخهم وسلفهم. المهم غوب دو شومبر، واحد تاع صيف واحد تاع شتاء على الاقل. دو شوميز دو نوي، لي شوميز دو نوي انا شخصيا جو بريفير نرقد بلي روب ميني ولا بلي نويزات، راح نعت لكم اللي شريتهم في فيديو اخر بيان سور. لي شوميز دو نوي اون كابتي في بلاصه. بالنسبه للملابس الداخليه واقمصه النوم، عندك 8 نويزات، 8 نويزات يكونوا وحده طويله وحده قصيره وحده شورت و اسمها دو بياس وحده، سا ديبون اللي تحتاجيهم. وديري الوان مختلفه، ما ديريش مثلا ربعه كحل وربعه احمر ولا لي ديزابيي. ثاني ادي زوز بهم بالكمينو تاعهم هذوكم يتباعوا، هذو ما تكثروش منهم بزاف باسكو اللي مزوزين كامل نصحوني اني ما نكثرش. المهم ادي لي دو بياس من 8 حتى 10، انا درت 16 على بالي كثرت. الوان مختلفه كيف كيف، ما كاينش حد بقى امبوسيبل راح تشري وكل شيء. تدي ثاني لي سليب وحدهم، دي سخينغ ودي سليب نورمال تاع سورتو تحتاجيهم في بيريود تاع العاده الشهريه، ما كاينش حد يدري لي سليب تاع لي زونسومبل قدر تقاسو ولا. تدي 10 على الاقل، لي بوستيه دي 5، وهما ثلاثه مهمين عندك الابيض والكحل والباج، هذو هما لي كولور المهمين. زوز الاخرين تقدري تشري هذوك افلور ولا فيهم نجوم ولا سا ديبون لو كو تاعك.
بالنسبة لليلة الأولى تدي ديزابيي ولا كورسي يكون في اللون الأبيض، بيان سور مع لي با تاعو مع صابو لقطة وصابوات هذوك تاع الريش. ماذا بكم ما ديروهمش باسكو ما عندهم حتى معنى، هذوك لي صابو تاع الريش راح ديري الليلة الأولى وطيشي. أنا يجيني دي مودي، كل واحد والكو تاعو. بون لازم كان جوبون يكون في البلون ولا في النوار، لازم لك فوند روب كي تكون عندك كاينين جنادر ترونسبارون لازم تلبسي تحتهم. هذو هما الملابس الداخلية أقمصة النوم. بون بالنسبة للملابس تاع الخرجة على حساب إذا كنتي محجبة ولا ماكش محجبة، متبرجة ولا مجلبابة، سا ديبون. وثاني على حساب إذا تخدمي ولا قاعدة في الدار، إذا تخدمي أوبليجي عليك تكثري من اللبسة تاع برا، أو مو ديري 4 تاع الشتا 4 تاع الصيف وربعة ولا 3 يجيو دومي سيزون. مونتو بيان سور دي مونتو واحد، ولا دي معاك سوارد كي قرب الشتا اشري مونتو بلا ما تكلفي راجلك. بيان سور قلت لكم على الاقل تكون زوز لباس تاع الصيف ولباس تاع الشتا الثاني زوز على الاقل. الخمارات لازم تدي معاك، تدي على حساب قشك تاع برا وعلى حساب قنادرك. اونكا كان عندك اذا كنتي محجبه كان عندك راجل زايد ولا بيان سور غير كديري على حساب القندوره. والعبايه عبايه سامبل تاع تو لي جوغ، وعبايه تكون شويه شارجي تاع مناسبات ولا اعراس. نشوفوا واش بقالي. نزيدو الصبابط والسيكان. بون لازم لك لي صوندال تاع الخرجة على الأقل زوز ولا ثلاثة على حسب اللبسة اللي ديتي، حذاء رياضي مع سيرفيتمون ولا مع هكا لقطة تاع تو لي جوغ. تاع قضية وكلش أنا ما نحبش كي نكون نقضي ما نحبش نلبس طالون وهكا، لازم نكون سامبل. أحذية تاع الشتا على حساب اللباس تاعك. لي بوتيون بركا ما عندناش، ولا لي كافاليير ما عندناش بزاف عندنا الشتا هذاك اللي بارد بزاف، اذا ما ننصحكش تكلفي روحك وتشريه، اشري واحد ولا زوز طالون. دوك نعطيكم اون ايدي على الأحذية. لي بونتوفل و لي بابوش تاع الشتا بيان سور على حساب لي بيجاما تاعك. كلاكيت لي كلاكيت تاع الصيف دي 4 أو 5 بيان سور، واحد طالون واحد بلا واحد كومبونسي على حساب واش تحبي نتيا. صابو او كلاكيت بيضاء الليله الاولى اللي راني ذكرتها من قبل. تقدروا تشريو لي كلاكيت هذوك البلا اللي فيهم فورير هكا، دوك ملاح. كلاكيت نيلون ليك وواحده لراجلك للوضوء بيان سور راح تحتاجيهم. لي بافان وتقاشر لي باكولون هذو ثاني لازم تدي معاك. كاينين هذوك لي باكولون يجيو محلولين من القدام الاصابع، هذوك عجبوني. اونكا تكوني لابسه اون صندال كي تلبسي راح يبانو صوابعك ما يبانوش مغطيين. لي ساك على حساب صبابطك، حاولوا تشريو لي ساك يتمارياو مع قداش من صباط باش ما تكثروش سورتو اذا كنتي ما تخدميش. بون بالنسبه للتصديره راح ديروا فيها، ديروا لي صندال على الاقل ارجونتي ودوري و لي بوشيت تاعهم بيان سور. واذا كنتي درتي سواغي ولا ديري اللي يخرج عليها، سينو واحد فيهم يخرج. بالنسبه للالبسه التقليديه كراكو او قفطان، قندوره فتله، ملح فشاوي او لباس قبايلي عفوا، قندوره كوكتيل، بلوزه وهراني، بدرون، نايلي، سما كل واحد والمنطقه تاعو. بالنسبه لي انا درت كراكو، راح ندير بلوزه وهراني والقفطان والملحفه مازال ما حطيتش عليها، وراح ندير وحده كوكتيل وحده تاع فتله اللي نحني فيها. سما كل واحد والعادات والتقاليد تاعو. بون هذا الفيديو الجزء الاول، راح ندير لكم الجزء الثاني باسكو مازال لي بزاف حاجات. ما تنساوش
تضغطوا على زر الإعجاب، كل جديد يشترك نعاود نفكركم، ويفعل الجرس، واسمحوا لي الصوت، راني هضرت بزاف حتى وجعني صوتي. بون، هذا هو الفيديو تاع اليوم، انتظروا الفيديو الثاني تاع جهاز العروسة، واذا حبيتوا راح ندير لكم الفيديو تاع واش تقدر الطفلة تخبي من حوايج اللي تلقاهم بعد في الجهاز تاعها ما ماهيش مخطوبة. المهم ما نطولش عليكم، باي باي بنات، نتلاقاو في الفيديو الثاني.